حدنا قمتو يفورني للعسكر. بدون ممنوع. قال لهم النقمه نتاعي ما يفو با يكون واحد فورنيسا. لا بريفو قال لك خوه اللي مات ربي يرحمه في لي زالمون لقاو التريسيتي والغاز. الغاز انا اللي وقفت عليها انا كنت هو الوحيد اللي طلعت وين يسكن لقيت يكركر في القرع. راحوا الغشي ثاني ليا. يا وين تقول لي انت؟ راحوا الغشي ثاني. قال لك هو موصيهم والو ما تمشيش باسمي مره. انسان موهوب من عند ربي سبحانه اعطاه مهمه كمل هداه كان والو. بصح هذه كي تولي تشوف الاصل هذه يا سي عبد الحميد راهي من الجدود. من الجد الاول ورواح. نحكي لك على الجد الاول لان جدي هذا نحكي لك ما كانش اللي يحكي لك عليه نحكي لك عليه. تفضل. جدي نهار وين مات مات عشا ليله ما كانش. يا سبحان الله. وكان عالم تاع القران وانسان فقيه وكان يفري بين الناس وقرا حتى في الزيتونه. يا سبحان الله. وكي مات مات فقير. شفت. هاو رب العالمين كيبغى يكرموها ودار صافي دير الدوار تاع. سي ابراهيم ربي يرحمه. لا مو سي هو هو بوي عمي صالح. بوي سي عثمان بوي سي ابراهيم نزيد نضيف لك حاجه. اهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لاباس. السلام عليكم. ومو باش يقولوا خوالنا القبايل. ايه القبايل باش يقولوا خوالنا. امو راهي من عين الحمام من ميسي. سبحان الله. راهي مو قبايليه. شفته؟ ويقولوا لك حنا هما خوالو. هما خوالو ايه. نعم امو راهي قبايليه من عين الحمام. قبايلي نوا الله يرحمها. الله يرحمها. عين الحمام وين البلاد تاع عثمان؟ ايه عين الحمام ميشلي. ميشلي. كان بكري وقت الاستعمار يقولوا ميشلي ونحن نسموا عين الحمام. امو راهي منزل. وهذا سي عبد الحميد راه ولد عمو. ارث ماروث تسمى بويك خو بويو. نعم 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 نعم. ربي يرحمه وربي يجعله من اهل الجنه ان شاء الله يا رب. هذه راهي شهاده حيه من عند ولد عمو رانا ما نزيفوا ما والو. هذا الجمعه راهم جاوا يشوفوا حبينا نبينوا للناس الحقيقه برك. هذا مكان راه كيما يقول لك ما كان والو. احنا رانا حبينا نوضحوا الحقيقه وها ولد عمو الحمد لله. ولو كان انا جيت في بلاصه ولد عندي خويا والله واحد معرفتي جنرال راني مدير حاله نهضروا الحقيقه والله. هاو قال لكم والله ما يقبل اعجاب اسمه ما يقبلش مره. اخر زياره عليه لهنا للمدرسه قعد معنا ساعه وعشرين دقيقه قبل ما يخرج بحوالي عشرين ربع ساعه. الوصايا الاخيره اللي وصلنا عليها ويمشي ويكرر فيها حذاري 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 ويجي واحد يحوش يتبرع للمدرسه القرانيه وما تكونوش متاكدين باللي راهي نيتو صافيه. اذا اللي نيتو صافيه بغى يخدم قبره احكموا عليه. اما اذا كان شفتوه باللي باش الانسان يحوش يقضي مصالحه حذروا وتحكموا عليه حاجه. سبحان الله. هاي شهاده حيه ثاني. هاي يا سبحان الله. ربي يهدينا برك. بارك الله فيكم.